اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج حلم وفكره. كتير من الاباء بيلاحظوا في مرحله معينه من حياه اطفالهم بعض التغيرات السلوكيه لما بيبدا الطفل يتواجد في المجتمعات المختلفه زي الروضه او المدرسه. وحوالين الموضوع ده هنتكلم النهارده مع الدكتوره سماء نصار، دكتوراه في علم النفس واخصائيه نفسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك. في البدايه يا دكتور، عايزين نعرف ايه هي ابرز السلوكيات الخاطئه اللي عند الاطفال؟ هو احنا عندنا بيبقى شائع مشاكل كتير بتحصل في سن الطفوله، زي من ضمنها مثلا الكذب. تيجي الام تقول لي ابني بيكذب كتير، او ابني عنيد، او ابني بيسرق، او ابني ما بيركزش في المدرسه، او عنده تشتت انتباه، او مزاجه مش حلو، او عصبي، او عنيد. دي كلها مشاكل كتير من مشاكل الطفوله اللي بيتعرض ليها الطفل. فالمشاكل دي بيبقى مهم جدا ان الام تتعامل معاها بشكل صحيح، علشان بعد كده لو الام اتعاملت بشكل خاطئ ده بيترتب عليه بقى مشاكل تانية كتير. طب يا دكتور، لو مسكناهم حاجة حاجة، يعني مثلا زي مشكلة الكذب، ايه اللي بيخلي الطفل، ايه اللي يوصله ان هو يكذب لما بيتقابل في اي موقف، يقابله اي موقف يكذب فيه؟ يا ترى ده مثلا راجع لتربية الاسرة مثلا فيها عنف او تخويف مثلا، ويا ترى ده حاجة هتبقى سمة شخصية فيه ولا يقدر ممكن نعالجها بعد كده؟ هو احنا عندنا حاجتين مهمين ضروري اننا نميز ما بينهم. الحاجة الاولى ان هو الطفل هل هو بيكذب ولا ده خيال. فاحيانا في اطفال في سن من سنتين ثلاث سنين كده واربع سنين بيبقى عندهم الخيال عالي قوي، فيقعد يحكي لك على قصص بطولية او قصص وهمية او قصص بيتمنى انها تحصل. ده بيبقى عاوزين الام تركز او تفرق ما بين الكذب والخيال. طب في مرحله سنيه، طيب يا دكتور، يعني نقول لحد المرحله دي هو تخيل مثلا؟ تمام، يعني في سن اللي هي السنوات الطفوله الاولى، الحضانه والمدرسه، سنه اولى وثانيه وهكذا. ده بيبقى احنا بننميه عن طريق ان احنا نقول للطفل ايه رايك لو تيجي نكتب قصص، انت بتعرف تحكي قصص حلوه قوي، ونقعد نعلمه الفرق ما بين الخيال والواقع. في جزء تاني كذب فعلا، بس محتاجين هنا نعرف انت بتكذب ليه. هل هو لو قال الحقيقة هيتعاقب، او هل ده هيعرضه لمشكلة مثلا فيبدأ انه هو ينكر الاخطاء ويهرب منها. هنا دور الام ان هي مهم ان هي تعرفه انه لو قلت الحقيقة مش محدش هيعاقبك، محدش هيقولك حاجة، بس قول الحقيقة. فهو دي الحاجة المهمة في فكرة الكذب. تمام. طب يا دكتور، برضو من الحاجات اللي بتقابلنا كتير مع الأطفال العنف، نلاقي الطفل عنيف مع إخواته، مع أصحابه في المدرسة. طب برضو ده بيرجع لإيه وناتج لإيه، وإيه طريقة علاجه، نعالج إزاي الموضوع ده عند الطفل؟ تمام. العنف ده بيبقى أكيد الطفل ده طفل معنف، اتعرض ليه عنف فيه سواء جوه البيت أو بره البيت في المدرسة مثلا. العنف ممكن يكون لفظي وممكن يكون جسدي. يعني خلينا اول حاجه في الجزء الخاص بالمدرسه، انه الطفل ده ممكن يكون عرضه للتنمر من زمايله، ان هما بيتريقوا عليه في سلوك معين او في شكل معين مثلا، او انه ما بيجاوبش فالمدرس بيعاقبه، او انه العنف ده بيكون راجع لجوه البيت. مش شرط يكون الطفل هو اللي بيتعرض للعنف، ممكن يكون الخلافات الأسرية دي في حد ذاتها عنف بالنسبة للطفل، أو إنه الطفل بيتعرض للوم كتير أو نقد كتير أو مقارنة كتير أو التعامل بالضرب، إنه كل حاجة يبقى أسلوب الأب إنه الولد ما سمعش الكلام يتضرب، أو المدرسة نفسها إن الولد ما بيجاوبش. يعني أنا أعرف في مدارس بيضرب الطفل لو جاوب غلط. طب ما انت كده بتكره الطفل في التعليم، بتخلي عنده عقده وبتخليه رافض انه يروح المدرسه. فاحنا لما بنشوف ان الطفل عنيف لازم ندور على العنف في حياته، ونشوف ايه اللي سبب، يعني ايه اللي هو بيتعرض له من عنف، ونشتغل على علاج العنف ده، ونعالج المؤثرات اللي حواليه اللي هي اثرت وصلته لكده. تمام، ده اساسي. تمام. طب بالنسبه يا دكتور برضو، يعني في حاجه بيشتكي منها كتير قوي من اولياء الامور، تشتت الانتباه عند الطفل وفرط الحركه. الطفل اللي بيكون بالشكل ده ازاي نتعامل معاه؟ ازاي نعرف نسيطر عليه ونخليه يركز معانا فعلا كده؟ تمام، خلينا نتكلم كده على حاجه حاجه.
أول حاجة بالنسبة لتشتت الانتباه. تشتت الانتباه ده ليه أسباب كتير. يعني في ناس بيبقى عندها أطفال بيبقى عندها تشتت انتباه، بيبقى راجع لأنه هو عنده اضطراب اسمه فرط الحركة وتشتت الانتباه. فالاضطراب ده بنعرفه من خلال مقاييس نفسية بنطبقها عندنا في العيادات، وبنشوف يعني إلى أي درجة هو عنده المشكلة دي. ودي طبعا بيبقى ليها تدريبات سلوكية كتير احنا بنعملها عندنا في العيادات الخاصة. يعني دي بتبقى حاجة في الطفل اصلا مولود بيها اضطراب، ده اضطراب. تمام. في ناس تانية عندها تشتت الانتباه ده مش ناتج للاضطراب اللي هو الفرط الحركة، ولكن ناتج للاضطراب القلق او الاكتئاب عند الاطفال. فبنلاقي ان الطفل عنده مشكلة قلق او اكتئاب، ولكن اعراضها جسدية او سلوكية او ان هو اعراض عضوية. فضروري جدا اننا نفرق هل هو طفل قلق عنده اكتئاب ولا عنده فرط حركة وتشتت انتباه. في عندنا حاجة تالتة ومهمة برضو، دي بنعرفها من خلال دكاترة الطب النفسي، اللي هو فكرة زيادة كهربة المخ. بعض الأطفال بيبقى عندهم زيادة في كهربة المخ، فبتخلي الطفل عنده فوق نسيان، فبنيجي نخليه يحفظ الحاجة النهاردة بعد شوية بينساها، أو يحفظها النهاردة وبكرة نلاقيه نسيها، فما بيبقاش عنده قدرة على إنه يتذكر المعلومات. فبالطريقة دي هو بيروح للدكتور، لو اكتشف إن عنده المشكلة دي الحكاية بتبقى علاج دوائي بسيط، بالإضافة برضو للتدريب على التمارين اللي هي تشتت الانتباه، اللي هو تركيز الانتباه سوري. تمرينات بقى للطفل يتعود فيها. تمارين تمارين سلوكية بيتدرب عليها داخل الجلسة وجوه البيت. ضروري إن الأسرة تعملها جوه البيت برضو، على أساس إن هي تبقى عادة سلوكية عند الطفل بيتدرب عليها. اما فرط الحركه دي بقى بيبقى برضو يا اما ناتج عن قلق واكتئاب، بيبقى ناتج عنه فرط حركي، او ناتج اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه زي ما قلنا. فده بيبقى ليه برضو تدريبات سلوكيه بيتدرب عليها الطفل، فبيتعلم ازاي يتمني قاعد وازاي يركز وهكذا. تمام. طب يا دكتور، الطفل العنيد، الطفل العنيد ده بيبقى بيسبب مشكله كبيره قوي عند كتير من الاسر. ايه بقى اللي هو دايما مصمم على رايه، عايز ينفذ اللي هو عاوزه بس، ده ايه الحل معاه والام تتعامل معاه ازاي؟ تمام. الطفل العنيد بيبقى عندنا مشكلته الاساسيه انه هو عايز يثبت وجوده، عايز يقول انا موجود، فيبدا يقول لا، فيبدا يختلف، فيبدا يعبر عن رايه. يعني ده مش دلع مثلا، مش متدلع ولا لا؟ ما هو انواع بقى، يعني احنا لسه هنتكلم عن كل نوع لوحده. النوع الاول اللي هو عاوز يستقل وعايز يقول انا موجود. فالطفل ده بيبقى عنده مشكله الهند، عاوز يقول انا موجود، كل ده لا، كل اشرب ده لا. فهنا الاسره محتاجه ان هي تديله دور في ان هو يعبر عن رايه. لكن الطفل بقى اللي متدلع ده اللي هو اتعود انه كل حاجه يتقال له عليها حاضر، فلما يجي يختلف مع الاسره، مثلا الام رفضت حاجه، فيبدا يتمرمغ ويخبط راسه في الحيط وكده. فالطفل ده حله التجاهل، ان انت تتجاهليه وما تديلوش اللي هو عايزه، وتتعاملي معاه بطريقه فيها حزم، وتكوني انت حازمه على قد ما تقدري، وتعرفيه انه بالطريقه دي انت مش هتوصل للي انت عايزه. لو انت عايز حاجه تطلبها بالاتفاق هتاخدها، لكن هتتمرمغ على الارض مش هتاخد حاجه. لكن بقى التاني بقى اللي هو عاوز يقول انا عايز البس كذا، مش عايز اكل دلوقتي، او عايز اكل ده ومش اكل ده، فاحنا بنديله فرصه ان احنا بنعلمه انه يختار ويكون قد المسؤوليه، وانه هو يكون عنده اختيار، فبيكبر على الطريقه دي. هو العند ده مش ممكن يجي بسبب مثلا ان الطفل بيتعرض لكتير من النقد مثلا في الاسره؟ ما هو هنا بقى هيبقى تمرد، ان هو بيرفض الاوامر وبيرفض تنفيذ التعليمات. فمهم بقى ان احنا بنشوف بقى، يعني احنا لو ادينا للطفل حريته وخليناه يعبر عن رايه، وفي مواقف تانية هنحتاج فيها لحزم، ما ينفعش دلوقتي يعني ما ينفعش، ونتفق معاه ونديله فرصة انه يتعلم انه احنا بنتفق على حاجات وبننفذها. ده هيحمينا من فكرة التمرد بقى اللي بتظهر عندنا بعد كده. تمام. طب يا دكتور، في مشكلة التبول الإرادي،
المشكلة دي ساعات الطفل بيوصل انه يدخل المدرسة ويوصل سن المدرسة ويكون لسه في عنده تبول لا ارادي. الطفل ده لو ما كانش عنده سبب عضوي، لو كان سبب نفسي، الام بتتعامل معاه ازاي وايه الحل؟ هو احنا عندنا بتبقى عندنا مشكلة دايما في الاطفال دي، ان احنا بنلاقيهم بيتعرضوا لعقاب من الاسرة او توبيخ او لوم ونقد او ان هما بيفضحوهم في وسط العيله. وطبعا احنا كده بنزيد المشكله دي بكتير قوي، لانه هنا لو السبب نفسي فاحنا برضو بنتكلم في مشكله زي القلق والاكتئاب عند الاطفال، وان الطفل ده متعرض لاسلوب في اساءه معامله، فهنا الطفل ده بيبقى محتاج لي انه نوفر له جو من الامان والراحه. بنتعامل مع التبول الإرادي ده بإن إحنا بنعرض الطفل على طبيب نفسي بيكتب على أدوية نفسية، ده طبعا بعد ما نستبعد إنه وجود أي سبب عضوي، بنكشف عليه الأول ونتأكد أيوة. إنه مفيش سبب عضوي، تمام، بنكشف عند دكتور مسالك بولية فنتأكد إنه مفيش أي مشاكل عضوية، وبعد كده بنشوف بقى السبب النفسي، ويبدأ بقى إن إحنا بنعمل محفزات وتشجيعات ومكافآت ونركز على الجانب الإيجابي علشان نعوض جانب المشكلة ده. طب وده يا دكتور بياخد قد إيه؟ حوالي قد إيه كده إن الطفل على ما يقدر يعني نعالج الحتة دي فيه نفسياً؟ ما هو ده هيفرق بقى، هيختلف عندنا بالطفل ده بقاله قد إيه في المشكلة دي؟ عمره قد إيه؟ إيه المشاكل اللي سببت دي؟ فإحنا بنعالج الأسباب وبنعالج تمرينات سلوكية لي برضو. مسألة التبول اللا إرادي دي بتتم برضو من خلال الانتظام في عدد جلسات محدد من خلال العيادة النفسية، وبنتعامل مع المشكلة دي بشكل نفسي، وبنعود الطفل انه يتدرب على تمارين زي انه هو ازاي يعمل قبض للمثانة بتاعته. احنا معانا اتصال تليفوني، معانا ضاحي من سوهاج. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو، ايوه ايوه استاذ ضاحي. وعليكم السلام. ايوه سامعين حضرتك. ايوه اتفضل سؤالك. معاك ضاحي، هكلم الدكتوره. الدكتور معاك اهي، اتفضل اتفضل سؤالك. اقول لحضرتك هو عندها سنه ومسكها في السنه دم دم، كل ما تتكلم تقول سم سم لامها ولا ابوها. لا هو انا مش سامع. معلش هو الصوت مش واضح، ممكن توضح صوتك؟ طب معلش ممكن تعيد الاتصال بينا تاني عشان مش سامعينك كويس. تمام تمام يا دكتور كمل. تمام، فاحنا بنعود الطفل انه تمارين ازاي يعمل قبض للمثانه ويتدرب عليها، تمارين ازاي انه هو يصحى بالليل وينتبه، وطبعا بنعالج المشاكل السلوكيه اللي بتبقى موجوده عنده، فبنساعد على ان احنا بنشتغل على المشاكل الموجوده جوه الاسره من خلال علاج أسري، فبنساعد على أن المشكلة دي تتحسن طبعا بإذن الله. وأهم حاجة طبعا أنه ما يبقاش فيه لوم ولا نقد ولا أي معايرة للطفل أو أنه حد من أخواته يعرف أو أي حاجة من الحاجات دي. يبقى اشتراك بين الأسرة وبين الطبيب النفسي مع بعض، يتفقوا إيه بالضبط الخطوات اللي هيمشوا عليها. تمام بالضبط كده. تمام. طب عايزين حضرتك يا دكتور تقولي لنا نصايح عشان يعني نقدر نخرج طفل سوي، نصايح تخلي الطفل سلوكياته كلها سوية، نخرج طفل سوي للمجتمع. تمام، احنا أول حاجة محتاجين جدا إن احنا نعلم الأسرة إن هم قبل ما يخلفوا طفل يبدأوا يقرأوا شوية في علم نفس النمو. طب معلش هو التليفون رجع معانا ضاحي تاني. ألو؟ أيوة أستاذ ضاحي؟ مساء الخير. مساء النور، اتفضل. أقول للدكتورة معايا طفلة عندها سنتين. اتفضل الدكتور معايا. تمام. أيوه طفلة عندها سنتين. هي عندها مشكلة في النطق حضرتك بتقول كده؟ اه عم اتعلم دم دم. دم دم. علامة هم على كلمة جنيه، هم تقول لحد جنيه جنيه.
هو انا عاوز اسال حضرتك، يعني حضرتك انا مش سامعاك كويس، بس انا فهمت منك ان عندها مشكله في النطق ولا ايه؟ اه هي كل ما تتحدث في السلام تتكلم دم 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 لابوها، دم 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 دم. ايوه طيب، يعني هي الطفله دي ما بتقولش حاجه غير دم دم؟ اه ما تتحدث في السلام ده من دون ما تتكلم دم دم. طب هي سنها قد ايه؟ هي سنتين. سنتين. هو انا انصح حضرتك بان حضرتك تشوف دكتور اطفال، تتاكد ان هي مخارج الحروف عندها سليمه. بنشكرك استاذ ضحي. اسمع من الدكتور الاجابه. انا ما كنتش فاهمه منه السؤال قوي يعني، بس على قد هجاوبه على قد ما فهمت منه. اول حاجه محتاجين ان احنا نروح لدكتور اطفال، نتاكد ان احنا ما عندناش مشكله في الفم او مشكله في البلعوم او مشكله في منطقه الاذن والحنجره، في فكره ان هي ما يكونش عندها اي مشكله عضويه تكون مسببه عندها تاخر في الكلام. اول حاجه في سن السنتين ده احنا يا دوب بيبقى الطفل بيقول كلمتين او كلمه مكونه من حرفين، يعني ما بيبقاش عنده حصيله لغويه كبيره، وبيختلف طبعا ما بين الذكور والاناث وبيختلف. طب احنا معانا تليفون تاني، معانا مريم من اسكندريه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذه مريم. انا عندي سؤال، بنتي عندها 4 سنين، هي بتعمل حركه ايه؟ يعني لسه حاطين الأم كده بطحنها يتعمل حاجة زي دي، دي حاجة. الحاجة الثانية يعني أنا يعني بفكر إن أنا مجيبلهاش أخويا، فهل ده هيأثر عليها بعد كده ولا لأ؟ طيب أنا عاوز أسألك، أنت بتقولي هي بتعمل حركة تكرارية يعني بتتنيها رايحة جاية؟ أه. أه طب في عندها مشاكل تانية؟ لا لا لا. طيب تمام. عندها 4 سنين. طب هي بتتكلم كويس؟ أو طيب في عندها بتلعب مع الأطفال كويس؟ بس ما هي لسه ما دخلتش حضانة، فهي ما عندهاش مجال للتفاعل مع أطفال يعني. لا بس لما بيبقى فيه بتبقى مجال تعمل تفاعل، يعني لو حصل صدفة أو حاجة بيبقى فيه تفاعل، بس هي مش انطوائية خالص. طب تمام، يعني هي اجتماعية بتتفاعل مع الأطفال عادي. أيوه. طيب هي الالعاب بتاعتها بتلعب بيها بشكل طبيعي؟ طب تمام، يعني هي ما عندهاش مشكله غير ان هي بس في ان هي بتتنيها رايحه جايه. على شكل دائري. طيب تمام. طيب شكرا يا استاذه مريم، نسمع الاجابه من الدكتور. تمام، هو احنا كان عندنا مشكله الطفل الاولاني انه هو محتاجين ان احنا نعرضه على الطفل الاول دكتور علشان نتاكد انه ما عندوش مشكله في النطق او الكلام، ومحتاجين ان احنا الام والاب داخل البيت يبداوا يعملوا له نوع من المناغاه، يكلموه يشرحوا له الحاجه لو هو ما عندوش اخوات كمان، خاصه علشان احيانا الطفل بيبقى لانه البيئه اللي حواليه ما فيهاش اي تفاعل، فالطفل ما بيبقاش عنده حصيله لغويه، فممكن ما يكونش عندنا فما يكونش عندنا مشكله فعليا غير ان هو ما اكتسبش اللغه مثلا الا عن طريق التعلم. تمام، فبنشتغل على الحته دي. لو اشتغلنا على الحكايه دي وما عندوش اي مشاكل عضويه ولقينا انه بعد سنه ما حصلش اي تطور في الحصيله اللغويه، ساعتها بنعرضه على دكتور طب نفسي يقيم الحالة بتاعته، هل هو ماشي في سنه الطبيعي ولا لا بالنسبة للحصيلة اللغوية، وهل هو محتاج لأي نوع من العلاجات أو هو كده طبيعي بس محتاج أنه يدخل حضانة مثلا فيتغير فيها ويندمج مع الأطفال ويتفاعل. بالنسبة للمتصلة التانية، بالنسبة لطفلها هي بتقول أن هي عندها سلوك تكراري، بس أن هي بتتنيها بتلف حوالين نفسها، فهي دي برضو هتبقى محتاجين ان هي برضو تعرضها على دكتور طب نفسي، علشان احنا عندنا كذا تشخيص فارق، بمعنى انه في عندنا كذا حاجة ممكن تكون مسببة لها الحركة دي، فالافضل ان هي تعرضها على اساس ان الدكتور يعمل لها فحص كامل.
ويشوف ايه سبب المشكله دي ونشتغل على علاجها باذن الله. معانا اتصال تليفوني تاني. ايوه معانا عاشور من سوهاج. الو الو. ايوه استاذ عاشور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ عاشور. معاك عاشور زكي من بني سويف. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل سؤال. مع عندي طفل عنده سنتين عندي طفل عنده سنتين. ايوه طفل عنده سنتين. النطق عنده ضعيف ونسبة العشرة استمع فيه 10%. طب تمام. انا كنت عايز اسال الدكتوره مع حضرتك يعني نظام ايه يعني ولا صحه يرجع يشتغل تاني ولا ونطق عنده سنتين. هو طالما ان النطق عنده سليم والسمع 10/10 وهو لسه سنتين، فزي ما قلت من شوية انه احنا ما بنقلقش من سن سنتين، لان الطفل بيبدأ الكلام تقريبا في اطفال بتبدأ من 9 شهور او من سنة. وفي السن سنتين ده مطلوب منه انه يقول كلمتين تلاتة اربعة، مش حصيلة لغوية كبيرة. بس زي ما قلنا في المتصلة الاولى انه ضروري ان يكون في حواليه ناس بتتكلم معاه وبتتفاعل معاه، وما يبقاش هو بيشاور على الحاجة احنا نجيبها له، لا احنا بنعلمه انه هو يطلب طلبات، وان هو لو دخل حضانة هتلاقيه اتحسن كتير في الكلام بإذن الله. تمام. طب في نهاية فقرتنا كده كنا عايزين النصايح السلوكية بقى اللي عايزين نوجهها للأسرة سريعا كده عشان احنا في نهاية فقرتنا. تمام. زي ما لاحظنا في الاتصالات كنت لسه هقول قبلها انه ضروري ان الأسرة قبل ما يجيبوا طفل يعملوا حاجة اسمهم يقرأوا في حاجة اسمها المراحل النمائية بتاعة الطفل، عشان يعرفوا سن سنتين ايه المناسب ليه وايه اللي مش طبيعي، وازاي يتعاملوا مع كل مرحلة عمرية، لان كل مرحلة ليها خصائص مختلفة، وازاي ان هم يتعلموا الطفل انه يفكر، وازاي ان هم يصاحبوا ابنهم. فده هيساعدنا في ان احنا نطلع طفل سوي بإذن الله. اكيد بإذن الله. نشكرك على وجودك معانا النهارده دكتور سماء، نورتينا وشرفتينا. الشرف ليا. تسلمي. انتهت فقرتنا النهارده، وانتظرونا بعد الفاصل مع زميلتي العزيزه ايمان.